رنا الدجاني دكتورة أردنية في البيولوجيا الجزئية وحاصلة على بكالوريوس في بيولوجيا الخلية. بدأت مسيرتها في عالم الأبحاث من الولايات المتحدة الأمريكية حيث درست الدكتوراه. ركزت رنا خلال مسيرتها على علاقة الجينات بمرض السكري والسرطان، وشغلت مناصب عدة مثل خبيرة التطوير العلمي، ووضعت بصمة في كثير من الدول العربية. حصلت رنا على جوائز عديدة واختيرت كواحدة من أكثر العالمات تأثيرا في العالم الإسلامي والعربي سنة 2014.